أني عندي شخص يعني أحبه، وأقدر يعني من خلال شهر رمضان يعني أتصل بي أطمئن عليه، يعني أكو أحرار فيه. يعني ليس زوجا لك يا زينب ولا لا؟ لا، أنت كم عمرك يا بنتي؟ أني عمري 20 سنة. أسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا يا بنتي، ومثل هذا العشق والتعلق لا يجوز يا بنتي، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فهذا أقول هذا العشق يا بنتي وهذا التعلق العلاقة العاطفية ما تجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن قولي له إذا هو يحبك يأتي ويخطبك من أهلك، يعني يؤتوا البيوت من أبوابها، يخطبك باحترام.